يعني قبل شوية كان في حفلة عرس لصاحبه، والله بصراحة إني عيني دمعوا وما قدرتش، خلاص حكيت يا الله بهذا الوقت علاء بيكون أول واحد فينا، وبكيت شوي صغيرة بس قلت الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك يا علاء، الله يرضى عليك يا حبيبي، إني رضيان عليك دنيا وآخرة مثل ما ربنا راضي عليك الحمد لله. كتير كتير علاء كان محبوب، علاء كان سنه ضحوك، كان ما يحبش يزعل حدا، كان معاشر الناس، حبوب الكل بحبه الحمد لله رب العالمين، وهذا فضل من رب العالمين، حتى الناس حبته بالزيادة وأكثر بعد استشهاده، والحمد لله اسمه تألق بالسماء، تألق بالشعب العربي كله هيته الحمد لله، كل فضل من رب العالمين. علاء كان أخوي الكبير باعتبار أبوي، صاحبي، حبيب، سند، كل شيء بالحياة. كان لأمي ابنها البكر، كان ما تخليها تزعل منه بالمرة، لو زعلت كان يراضيها قبل ما تنام. أبوي دايما نفسنا بنحكي إنه الدلال بكل آخر العنقود، بس عند أبوي لا، كان الدلال عند علاء بس لعلاء. علاء الحمد لله كان محبوب من الكل، من أصحابه، من الشباب اللي برا، من أهله، من خواته، من كتير ناس. الحمد لله طلب الشهادة ونالها، طلب العمرة ونالها الحمد لله. طلب العمرة إجا عند صاحبه، إجا له بالحلم طلب العمرة وقال له اعمل لي عمرة. هلأ صاحبه قال رن علي وقال لي علاء احلي مثل علاء، طلب مني اعمل لي عمرة، وقال لي إن شاء الله برمضان رح أعمل عمرة إلي وإله الحمد لله رب العالمين. يعني كل شيء بطلبه الحمد لله رب العالمين متيسر إله الحمد لله. بدي أحكي عن موقف. مرة كنت مروحة من المدرسة، فشلة أولاد صغار شافوني فصاروا يغنوا أغنية علاء، فقديش علاء أعطانا فخر واعتزاز كتير كبير إنه أنا صرت أحكي أنا أخت الشهيد وكل شيء. يعني علاء لما بدي أمشي بالشارع بشوف حالي إنه أخوي أنا أخت الشهيد، بفتخر فيه كتير، كنت أفتخر فيه وهو عايش، وهذا الحمد لله رب العالمين، ربنا أعطانا كرامة كتير كبيرة إنه أنا صرت أخت شهيد، والحمد لله على كل شيء. علاء بقلبي.